أهلا بكم من جديد. أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله استمرار جبهة الإسناد اللبنانية بدعم المقاومة في قطاع غزة، وقال إن التمادي الإسرائيلي في استهداف المدنيين سيدفع المقاومة إلى استهداف مستوطنات جديدة بالصواريخ، متوعدا الاحتلال بخسارة دباباته إذا جاء إلى لبنان. نتابع. جاءت دباباتكم إلى لبنان وإلى جنوب لبنان، لن تعانوا من نقص في الدبابات لأنه لن تبقى لكم دبابات. تبي يا رسول الله، تبي يا رسول الله، تبي يا رسول الله. السلام على كل مؤيد ومساند وداعم. السلام عليكم يا الجبهة. جبهتنا لن تتوقف ما دام العدوان مستمرا على قطاع غزة وأهلها ومقاومتها بأشكاله المختلفة، وأن التهديد بالحرب لم يخفنا منذ عشرة أعوام، منذ عشرة أشهر وليست أعوام، منذ عشرة أشهر عندما كانت إسرائيل في عز قوتها كما يقال. مشاهدينا، وأجدد الترحيب بضيفي من القدس المحتلة سيد فراس ياغي الباحث في الشؤون الإسرائيلية، كما أجدد الترحيب بضيفي من رام الله دكتور مراد حرفوش الكاتب والباحث الفلسطيني، كما أرحب بضيفي من بيروت دكتور علي شكر أستاذ العلاقات الدولية. لو بدأت معك دكتور علي شكر، كيف تقيم أداء جبهات الإسناد لقطاع غزة؟ دكتور علي، دكتور علي هل تسمعني؟ طيب، أحيل السؤال لسيد فراس ياغي، تقييمك لأداء جبهات الإسناد لقطاع غزة؟ أعتقد أنه في الفترة الأخيرة زادت حدة ووتيرة القصف من جبهة في الجبهة الشمالية، وحتى الإعلام الإسرائيلي يتحدث بأن يبدو أن حزب الله يرسل رسائل واضحة للجانب الإسرائيلي بضرورة الذهاب إلى صفقة والذهاب إلى وقف لإطلاق النار، وليس أكثر من ذلك بأنه تم استهداف مستوطنات لم يتم استهدافها من قبل، وهذه أيضا إشارة واضحة للجانب الإسرائيلي بأن جبهة الإسناد في لبنان جاهزة حتى للدخول في حرب إذا ما أراد الإسرائيلي أن يقوم بذلك. هذا تأكيد من جديد على أن الحزب لا يخاف لا التهديدات ولا يخاف الوعودات الإسرائيلية بتحقيق الأمن والاستقرار في جبهة الشمال بما أسموه إما بالقتال وإما بالمبادرة الدبلوماسية. وفق استطلاعات الرأي اللي في الداخل الإسرائيلي 35% الآن يؤيدون فورا القيام بحرب على جبهة لبنان، و21% يؤيدون الحرب بعد انتهاء العدوان وحرب الإبادة على قطاع غزة. سابقا كان 56% يؤيدون الحرب إذا مش أكثر على الجنوب اللبناني. أيضا هناك تصعيد في جبهة اليمن بهذا الخصوص، وأيضا في تصعيد من العراق باتجاه استهداف بعض المواقع في داخل إسرائيل، بما معنى أن جبهات الإسناد الآن تضغط أكثر من السابق باتجاه الضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل أن يذهب في مفاوضات لأجل إتمام الصفقة التي أصلا يوافق عليها المستوى العسكري والأمني في داخل إسرائيل، ولكن واضح جدا بأن هذه الصفقة مؤجلة يعني حتى الآن إلى ما بعد زيارة نتنياهو إلى واشنطن. أنا في وجهة نظري أنا دون أن يتم تفعيل جبهات الإسناد أكثر وأكثر من الوضع الحالي، فالضغط على إسرائيل لن يكون قويا لأن الضغط الداخلي في داخل إسرائيل لا يعطي ثماره ولا يستطيع أن يفرض على نتنياهو الذهاب إلى صفقة. إذن يجب أن يكون معطى آخر مختلف، ليس المعطى الداخلي في داخل إسرائيل، لأن المعطى الدولي مجمد بشكل كامل. أمريكا لا تريد أن تضغط بالمطلق على إسرائيل، وأمريكا ملتفتة إلى الوضع الداخلي والانتخابات الداخلية الأمريكية. إذن المعطى الممكن أن يضغط على إسرائيل هو معطى جبهات الإسناد في لدعم قطاع غزة، وأعتقد إذا ما تم تفعيلها أكثر من ذلك سيعطي ثمارا إيجابية في الضغط على نتنياهو حتى على المستوى الداخلي.
دكتور علي شكر عاد إلينا، أرحب بك. هل يمكن أن تتدحرج جبهات الإسناد إلى حرب شاملة في المنطقة؟ من الواضح بأننا أمام هذا المشهد. أعتقد بأن إيقاع الحرب لا يزال مطروح انطلاقا من نقطة أساسية، أن هذه المعركة ليست معركة إسرائيلية فقط، هي معركة أمريكية إسرائيلية. وبالتالي إذا في حال ذهبنا باتجاه الحرب الواسعة والتصعيد على المستوى الإقليمي، هذا لا سيكون له تداعيات كثيرة على الوجود الأمريكي في المنطقة، على النفوذ الأمريكي وعلى الكيان الإسرائيلي بطبيعة الحال، لأننا اليوم أمام مرحلة جديدة في الصراع العربي الإسرائيلي. لم تعد القضية محصورة مع المقاومة الفلسطينية فقط والمقاومة في لبنان، أصبحت القضية مطروحة أمام تحالف وحدة الساحات الذي دخلت على خطه اليمن والعراق، إضافة إلى الجبهة في لبنان وجبهة فلسطين، بالإضافة إلى احتمال دخول الجبهة السورية في حال توسعت المعركة. هذه نقطة. النقطة الثانية، في حال توسعت المعركة سيكون لهذا الأمر انعكاسات على أكثر المستوى، على المستوى الإقليمي، وبالتالي هذا سينعكس على الدور الأمريكي والأداء الأمريكي وأيضا على المستوى الدولي، بمعنى أن هذه المعركة إذا فتحت بنطاق واسع وأمريكا داخلة على الخط بشكل مباشر، هذا سيؤدي إلى استنزاف الأمريكي، وبالتالي سيصعد ربما بالجبهة الأوكرانية ويعطي الروسي نوع من الحيز والنفس تجاه الحسم في أوكرانيا. من ناحية ثانية سيكون هناك احتمالية لأن تكون الصين في المرحلة المستقبلية هي الرابح الأكبر كونها خارج إطار هذه المعركة، وبالتالي نتائج المعركة سيكون لها تداعيات عسكرية واقتصادية ومالية وبشرية على كل الأطراف الصينية خارج هذه المنظومة. لذلك أعتقد بأن الأمريكي منذ البداية كان متريث في توسيع المعركة، وحتى ما حصل على مستوى الجبهة اللبنانية ومحاولة الذهاب باتجاه تصعيد نسبي في الجبهة اللبنانية، كان الهدف منه بالدرجة الأولى هو ليس التصعيد لتوسيع المعركة، إنما الذهاب باتجاه التصعيد للذهاب للتفاوض أو لإيقاف المعركة مؤقتا أو هدنة، لأنه لم يحقق الإسرائيلي والأمريكي شيء في غزة، وبالتالي لا يستطيع إيقاف المعركة هناك، فكان التوجه نحو الجبهة اللبنانية. بعد تصعيد المقاومة في لبنان وخطاب السيد نصر الله والمسيرة هدهد، شاهدنا كيف تغير الخطاب وتراجع التوسع أو التوجه نحو التوسع العسكري في الجبهة اللبنانية. لذلك أمام كل هذا المشهد أعتقد بأن الحديث عن تصعيد كبير وفتح المعركة بشكل واسع ليس لمصلحة أي طرف من الأطراف والدرجة الأولى الأمريكي والإسرائيلي. سأعود إليك دكتور علي. دكتور مراد حرفوش، ما تأثير هذه الحرب الشاملة إن وقعت؟ ما تأثيرها على الإقليم، على المنطقة؟ لا شك بأن كانت هناك العديد من المحاولات من قبل نتنياهو لجر المنطقة إلى حرب إقليمية، وباعتقادي لم يفلح في ذلك ولم ينجح، خاصة أن الولايات المتحدة لا ترغب في ذلك لحسابات عديدة، وخاصة الحسابات التعلق في تهديد مصالحها في منطقة الشرق الأوسط، وأيضا انشغالها في دعم أوكرانيا في هذه الحرب في هذه المنطقة. وباعتقادي أيضا لو حدثت حرب إقليمية بكل تأكيد سيكون هناك خسارة فاتحة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا وللتهديد لمصالح الأمريكية في المنطقة. وباعتقادي بأن لذلك الولايات المتحدة لا ترغب في دعم إسرائيل في جر المنطقة إلى حرب، وهذا ما جرى عند زيارة جالنت إلى الولايات المتحدة، وتم تحذيره بأن لا يمكن توفير كل هذا الدعم الغير مسبوق الذي توفر في هذه الحرب على قطاع غزة أن تتوفر إذا نشبت حرب في المنطقة. وباعتقادي هذا ما اتخذه جالنت، وكان هناك له يعني رأي مختلف عند رجوعه إلى دولة الاحتلال، وصرح بشكل واضح في ذلك. وباعتقادي يعني المنطقة لا تحتمل، ولا أيضا دول المنطقة لا تحتمل أن تكون هناك حرب إقليمية في المنطقة التي ستجر إلى اشتعال العديد من يعني الدول، ولن تسلم العديد من الدول في ذلك، وخاصة يعني السعودية، و يعني حالة يعني إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وأيضا الهدنة المعمولة في اليمن وغيرها من يعني المناطق التي يعني جعلت من عدم التصعيد هدف للعديد من الدول في المنطقة، وخاصة يعني إذا تحدثنا عن السعودية بالدرجة الأولى ودول الخليج وأيضا جمهورية مصر العربية. ولذلك باعتقادي كل محاولات نتنياهو لجر المنطقة إلى حرب إقليمية من أجل أن يستفيد لتحقيق مصالحه السياسية والشخصية قد بقت بالفشل، ولم يلقى دعما لا من المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وأيضا من قبل الولايات المتحدة، وأيضا
العديد من الدول الإقليمية الذي نصحت دولة الاحتلال بعدم الذهاب إلى حرب إقليمية قد لا يسلم منها الكثير، وستكون دولة الاحتلال هي الخاسر الأول في ذلك، وخاصة بعد أن تحدث حسن نصر الله وقال بأن إذا شنت حرب على لبنان لن تكون هناك قواعد ولا سقوف لهذا الحرب، وأيضا بما يعني خلال يعني المسيرت هدهد وكشفت بأن لدى حزب الله من الإمكانيات العسكرية والأهداف الاستراتيجية في دولة الاحتلال أمام مرمى هذه الصواريخ والقدرات العسكرية لحزب الله، لذلك كان هناك تراجعا في التصعيد قبل دولة الاحتلال في ذلك، وباعتقادي لا يوجد أحد بالمنطقة يرغب في التصعيد في الذهاب إلى حرب إقليمية سوى نتنياهو الذي دائما يسعى إلى جر الحرب المنطقة إلى حرب إقليمية لتحقيق مصالح الشخصية له وأيضا للإئتلاف الحكومي في دولة الاحتلال الإسرائيلي. شكرا لك دكتور مراد حرفوش الكاتب والباحث الفلسطيني، كنت معي من رام الله. سيد فراس ياغي، كيف أثرت جبهات الإسناد على دولة الاحتلال، على سواء قدراتها العسكرية أو حتى الاقتصادية وحتى الاجتماعية، وهل تستطيع، هل لديها القدرة على فتح جبهات عدة وهي غارقة في غزة؟ يعني دعني أختلف بعض الشيء مع الإخوة في هذا الموضوع. هناك تحديث أمني لدى إسرائيل، وهذا التحديث الأمني الإسرائيلي يجمع عليه المستوى السياسي والمعارضة والجيش والأمن، وهذا التحديث الأمني يتحدث عن أن الجبهات الداخلية للضفة الغربية وقطاع غزة يجب أن يكون هناك سيطرة أمنية إما مباشرة أو غير مباشرة للجانب الإسرائيلي. أما فيما يتعلق بالجبهات اللاصقة فيجب أن يكون التهديد صفر، تهديد أمني بمفهوم لا يوجد تهديد أمني. لذلك إسرائيل عندما تتحدث وتقول بأنه يجب أن يكون هناك مبادرة دبلوماسية أو قتال في جبهة الشمال هي جدية بهذا الموضوع، وعندما نسمع عن التهديدات فيما يتعلق بالتصعيد في الشمال، نعم هي جدية في التصعيد بالشمال، لأن نائب رئيس بلدية كريات شمونة يتحدث للإعلام ويقول أنا اشتريت بيت في اليونان، هذا وأنه سيهاجر. 46% لا يريدون العودة إلى أماكن سكنهم في منطقة الشمال، هذا لا يمكن أن تتعايش مع دولة بمفهوم الدولة الإسرائيلية الحالية، هذه الدولة التي ترى بأنها يجب أن تعيد الردع ليس فقط أمام الفلسطيني وليس فقط أمام جبهة المقاومة، وإنما أمام الدول العربية المعتدلة التي كانت تعتقد بأن هذه الدولة هي التي ستحمي هذه الدول بشكل عام، والتي كانت أمريكا تحاول أن تخلق ناتو عربي بهذا الخصوص. لذلك جبهات الإسناد ووحدة الساحات التي ظهرت في عدوان إسرائيل على قطاع غزة وضعت إسرائيل في حلقة دار، وتبين أن إسرائيل لا تستطيع أن تقوم بحرب على عدة جبهات، وهذا ما صرح به أفي دختر، قال نحن لسنا الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك يحاول نتنياهو أن يورط الولايات المتحدة الأمريكية، صحيح أن أمريكا لا تريد تصعيد المعركة، صحيح أن أمريكا رفضت خطة جالان في زيارته لواشنطن عندما طرح الضربات الانتقامية في الجنوب اللبناني، وجالان عقل ورجع يتحدث بطريقة مختلفة، وبالتالي يرون أن الصفقة في غزة ستؤدي إلى هدوء في داخل لبنان ومبادرة دبلوماسية في لبنان، ولكن كل المسائل حتى الآن مرتبطة بنتنياهو وبعقلية نتنياهو. شكرا لك سيد فراس ياغي الباحث في الشؤون الإسرائيلية، كنت معي من القدس المحتلة.